خالق الليل والنهار والشمس والقمر، والصلاة على النبي المختار وآله أطهار، ثم الرضا عن أصحابه أخيار الأخيار الأبرار. حضرات السادة الأفاضل، أيها الحضور الكريم، نلتئم اليوم في هذه الأمسية المباركة من الأماسي الرمضانية والتي نحتفي من خلالها ونتذكر قبل كل شيء ذكرى 17 من رمضان، ذكرى معركة بدر. معركة بدر الكبرى، تلك المعركة التي أبلى بها المسلمون البلاء الحسن، تلك المعركة التي أسست وكانت من ضمن اللبنات الأولى لتأسيس الدولة الإسلامية، تلك المعركة التي استشهد فيها من المسلمين رجال آمنوا وصدقوا في إيمانهم ورغم قلتهم، كما قال الله سبحانه وتعالى: وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة، وكل ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى. كانت فئة قليلة ولكن كانت مؤمنة برسالتها، مؤمنة بنبيها، مؤمنة بمؤهلاتها وقدراتها، فكانت معركة بدر التي نحتفي من خلال هذه الندوة اليوم بهذه المعركة المباركة، كما قلت، التي أسست كانت من ضمن المقومات الأساسية ومن ضمن كذلك الأمور الأساسية التي ساهمت في إنشاء الدولة الإسلامية. نلتئم من خلال هذه الندوة التي تحمل عنوان جهود الأئمة في الحفاظ على توالد الأمة، بدعوة كريمة من الهيئة الوطنية، وهي الجهة المنظمة، الهيئة الوطنية لمغاربة العالم، بالشراكة مع كل من دوية الإسلامية بمكناس، المجلس العلمي المحلي بمكناس، وكذلك فيدرالية المغربية لناشري الصحف. والهدف من هذه الندوة هو تسليط الضوء على دور الأئمة في بناء ثوابت الأمة، وأكيد لن أطيل في هذا المجال، ولكن سوف أفسح المجال لأخي حميد عسلاوي ليفتتح بآيات بينات من الذكر الحكيم، على أن أعود إلى هذا الموضوع بعد هذه القراءة العطرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب ذري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه،
في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو ولا أصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب آمنت بالله صدق الله العظيم الله أكبر الله أكبر الله أكبر صدق الله العظيم وبلغ رسوله المصطفى الكريم ونحن على ما قال خالقنا ورازقنا من الشاهدين وبه مؤمنون ومصدقون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حضرة سيدكم الروايات والسادة الأفاضل، أكيد أننا اليوم نلتئم في هذه القاعة المباركة في هذا المقر الذي شرفت به الهيئة الوطنية لمغاربة العالم، وأكيد أننا في هذه الندوة والتي هي تحت عنوان جهود الأئمة في الحفاظ على ثوابت الأمة، وما أعظمها من رسالة الإمامة، ما أعظمها من رسالة، قد يبدو على أنها مهمة سهلة يسيرة، ولكنها مهمة شاقة، لأن المسؤولية التي يتحملها الإمام يتحمل مسؤولية كل المصلين الذين يقفون وراءه، ثم أن الحفاظ على المواقيت هو أمر من الصعوبة لمكان أن يحافظ الإمام على المواقيت في وقتها والصلوات في وقتها، وعلى أن يكون دائم الحضور في المسجد وأن يكون ناصحا وموجها وأن يكون نبراسا كذلك لكل المصلين ولكل الحي الذي يقوم فيه بالإمامة. هي مسؤولية جبارة لا يستطيعها إلا من كان فعلا على قدر مسؤولية، إلا من كان ملما وعارفا بأمور دينه. إضافة إلى ذلك أنهم من حفظة القرآن، وطوبى لحملة كتاب الله، هذا الكتاب الذي شرفت به أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فكانت خير أمة أخرجت للناس، وشرف به الرسول صلى الله عليه وسلم فكان خيرا خاتم الأنبياء والمرسلين وإمامهم، شرف به شهر رمضان فصار خير الشهور، وشرفت به ليلة القدر فكانت خيرا من ألف شهر، فكيف لا برجال يحملون في قلوبهم هذا الكتاب كتاب الله سبحانه وتعالى، كيف لا أن يكونوا منيرين وأن يكونوا منارات علمية. لن أطيل في الحديث في هذا المجال وفي هذا الموضوع، هو حديث شيق وحديث وكما نقول الحديث في شجون، ولكن سأترك الفرصة للأساتذة الأجلاء ليظهروا هذا الدور في هذه المناسبة المباركة. ولكن قبل ذلك أعطي الكلمة لرئيس الهيئة الوطنية لمغاربة العالم الأستاذ حميد عزداوي لإلقاء كلمة ترحيبية بالمناسبة، فليتفضل مشكورا تحت تصفيقاتكم أيها الحضور الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أهلا وسهلا بالفضل الجميع، وأشكركم على تلبية الدعوة كلا بصفته واسمه. أولا بمناسبة شهر رمضان معظم لعام 1444 هجرية وإحياء لذكرى غزوة بدر الكبرى، تنظم الهيئة الوطنية لمغاربة العالم بشراكة مع المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية بإنكناس والمجلس العلمي المحلي والفيدرالية المغربية لنشر الصحف ندوة علمية تحت عنوان جهود الأئمة
في الحفاظ على ثوابت الأمة، وذلك يوم الجمعة 17 رمضان 1444 هجرية الموافق 8 أبريل 2023 برحاب مركز الهيئة، حيث سيتحفنا في هذا اللقاء المبارك ثلة من العلماء الأفاضل بمداخلات هادفة تبرز فيه قيمة خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في المحراب، وتؤكد على أهميته وضرورته في الحياة الدينية لاستقرار الأمن الروحي واستبداده. فقد عهدنا فيما مضى أن الإمام هو البصرة التي يقصدها الحائر في مسألة دينه أو فتوى عاجلة أو خلاف عائلي أو جنوح ابن عن جاده صواب، فكان الإمام هو البلسم لكل هذه النوازل، فكلمته قاضية ورأيه صائب. لكن في الأزمنة المتأخرة رأينا دور الإمام في تقهقر واندحار، حيث بات مهمشا من قلب رواد المساجد إلا النظر القليل الذي يكن له الاحترام والتقدير. ولهذا السبب حضر هؤلاء الدلة من العلماء جزاهم الله خيرا لبيان دور الإمام الإشعاعي ومكانته في الشرع الحنيف، ودوره في الحفاظ على ثوابت الأمة المغربية التي بسببها ينعم بلدنا بالاستقرار والأمن والسكينة. وسير على خطاب صاحب الجلالة أمير المؤمنين حفظه الله ونصره، الذي ما فتئ يولي الأئمة عنايته وعطفه ويسعى سعيا حثيثا للنهوض بالمستوى الاجتماعي لهذه الشريحة. ارتأت الهيئة التكريم قيدو من الأئمة بمدينة مكناس اعترافا بالجهود المبذولة والمشكورة التي يقومان بها. وستكون هذه المبادرة أول حلقة في سلسلة التكريمات التي سوف تطال هذه التشريحات مستقبلا. نسأل الله عز وجل أن يديم علينا نعمة الأمن والأمان، وأن يوفقنا لخدمة بيوت الله والقائمين عليها، كما نسأله أن يحفظ مولانا أمير المؤمنين بما حفظ به الذكر الحكيم، وأن يقر عينه بولي عهد الأمير الجليل مولاي الحسن، ويشد عضده بسمه السعيد أمير مولاي رشيد وباقي أفراد أسرته الملكية الشريفة. والحمد لله بنعمته تتم الصالحات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. للأستاذ حميد السلاوي على هذه الكلمة الترحيبية. سوف أمر مباشرة إلى موضوع الندوة، وطبع الحال في البداية سوف نستمع إلى مداخلة لرجل من رجالات هذه المدينة، هو حاصل على دكتورتين، الدكتورة الأولى في جامعة سيد محمد بن عبد الله بفاس، وشهادة الدكتوراه من جامعة مولى إسماعيل في مكناس، حاصل على دبلوم دراسة عليا من جامعة محمد الخامس بالرباط، خريج دار الحديث الحسنية وجامعة القروية، أستاذ دراسات إسلامية واللغوية بجامعتي مولى إسماعيل في مكناس وابن الطفيل بالقنيطرة، هو عضو دائم بتكوين الدكتوراه في الخطاب الشرعي والعمران البشري بمختبر الدراسات الشرعية والعمران البشري، وفي مجموعة البحث طه للأبحاث والدراسات والآلية الحديثة، مؤطر بعدد من تكوينات الدكتوراه، ومؤطر كذلك بعدد من الماسترات، عضو المجلس العلمي بمكناس، معد ومقدم برنامج إذاعي أسبوعي وذكر في إذاعة مدينة الدولة، خطيب مسجد محمد السادس له ما يزيد عن 10 مؤلفات، وكما شارك في العديد من المؤتمرات والندوات الدولية والوطنية، تفوق 40 مؤتمرا، أعني وأقصد الدكتور عبد الله الطاهري الذي سوف يلقي عرضا حول مسؤولية الأئمة في بناء الأمة، فليتفضل مشكورا تحت التصوير.